بنى لي القصور من للقصور عمر الحضارة باسم اجدادنا تذكر يا جماهير تتمر وحضور تحو ما يا جماهير سبتمبر واكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر يا جماهير. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الجديدة المستمرة لثورة 14 من أكتوبر في ذكراها 56. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم التي سوف نسلط الضوء فيها عن ثورة 14 من أكتوبر، التلاحم الوطني والهمة التي لا تعرف المستحيل، وكذلك سوف نسلط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي وما تم نشره حول هذه الذكرى، سواء كانت بتلك المظاهر الاحتفائية بهذه المناسبة داخل وخارج الوطن، وكذلك ما تحدثوا به النشطاء والمهتمين في الداخل وفي الخارج وتحدثوا عن هذه الثورة العظيمة التي ما زالت خالدة في نفوس أبناء الشعب اليمني. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بهذا التقرير الذي يسلط الضوء عن التلاحم الوطني والهمة التي لا تعرف المستحيل لثورة 14 من أكتوبر. أكتوبر وعدن ثورة مكتملة في ذاكرة الوطن، فالزمان والمكان إطار لأروع تجليات كفاح الإنسان. يعود أكتوبر الثورة كل عام فتعيد ذكرياته تذكير البعض بعدن الثائرة، مدينة البركان التي قذفت حمم الغضب الثوري في وجه أعتى جيوش الاستعمار، تاركة مع أخواتها في النضال في سمع الزمان أيقونة الحرية برع يستعمار من أرض الأحرار. التوقف أمام التاريخ الثوري العريق لعدن يقود بالضرورة نحو محطة أكتوبرية أخرى خاضتها عدن بعد نصف قرن من الشرارة الأولى لأكتوبر، محطة رفضت فيها عدن أذناب إيران كما رفضت من قبل استمرار البريطانيين وأذنابهم، لتصبح عدن الحرة في طليعة المدن المتحررة من ميليشيا الحوثيين. انتصار لم يلبث الطامعون في عدن ومينائها أن التفوا على أبطاله عبر استهداف بعضهم بعمليات اغتيال جبانة وتضييق المدينة في وجه آخرين ممن قادوا عملية تحريرها، لتجد عدن نفسها في النهاية في وضع شبيه بالأمس من أكثر من زاوية، حيث أذناب للخارج يتحكمون بكل تفاصيل الداخل العدني، محولين عدن إلى سجن كبير لأحرارها، ناسفين بتحركاتهم كل أمل في تطوير عدن ومينائها إرضاء لرغبات داعميهم. وضع انتفضت في وجهه عدن مجددة تأريخها الثوري الذي لا يأبه بفارق العتاد، لتجبر عدن الداعمين لمخطط إفشالها على كشف وجوههم المختبئة خلف ميليشياتهم، ليتدخلوا وبشكل مكشوف لأول مرة في قصف الجيش الوطني على مشارف عدن، وكأنما عدن الكاشفة لمزيد من الأقنعة الزائفة تؤكد من جديد خوضها لفصل جديد من فصول ثورة أكتوبر، ثورة الرفض المطلق لكل مؤامرة تستهدف حرية عدن ويمنيتها المطلقة. يستوي في ذلك استهداف عدن بشكل مباشر أو عبر الأذناب. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع وفي حلقة اليوم الخاصة عن ثورة 14 من أكتوبر والمظاهر الاحتفالية في داخل وخارج الوطن، وكذلك عن اللحمة الوطنية والهمة التي لا تعرف المستحيل ثورة 14 من أكتوبر، معنا عبر الهاتف الشيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى ورئيس الجالية اليمنية في تركيا. مرحبا بك شيخ صلاح. مرحبا بكم جميعا، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. بداية، شاهدنا هذا الاحتفال الكبير بهذه المناسبة العظيمة داخل وخارج الوطن، كيف لك أن تقرأ هذه الثورة التي ما زالت حية في نفوس اليمنيين سواء كانوا في الداخل من أقصاه إلى أقصاه، وأيضا وهم في الخارج تعيش
بداخلهم هذه الثورة العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم أخي الكريم وأحيي كل أبناء اليمن، وأبارك بمناسبة هذه الثورة العظيمة، ثورة 14 أكتوبر التي ولدت من رحم ثورة 26 سبتمبر. وفي هاتين الثورتين اندمج اليمنيون في لحمة وطنية واحدة، يكمل الجنوب الشمال ويكمل الشمال الجنوب، حتى ظهروا على عدوهم وعلى كل من أراد باليمن واليمنيين سوءا، سواء في الشمال أو في الجنوب. فسقطت الإمامة في الشمال، ورحل الاستعمار البريطاني من الجنوب، وتحرر الشطران، ثم توحدا في 22 مايو 1990، وها نحن نواصل هذه المسيرة حتى نسقط كل مشاريع التمزيق ومحاولة العودة للإمامة والتخلف والاستبداد، ونبني اليمن الجديد، اليمن الاتحادي الذي سيسعد فيه كل اليمنيين. نحن هنا في الجالية اليمنية في تركيا أحيينا هذه المناسبة، مناسبة ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وكان حفلا بهيجا، حفلا متميزا، تكاملت فيه الجهود الأهلية والجهود الرسمية بمشاركة ورعاية فاعلة من سفارة الجمهورية اليمنية في تركيا، بمقدمتهم القائم بأعمال السفير الأستاذ مهدي العظامي وكل طاقم السفارة، ولأول مرة يكون مشاركين جميعا في هذا الحفل. وكذلك كانت أيقونة هذه الاحتفالية مشاركة فنان اليمن الكبير أيوب طارش، الذي كرمه اليمنيون في هذه الاحتفالية. وكذلك كان حضور النساء وحضور الأبطال وحضور الشخصيات الوطنية واليمنية العسكرية والمدنية واضحا وبارزا في هذه الفعالية. هذه رسالة واضحة، نعم، أن اليمنيين في الداخل والخارج يتذكرون هذه الثورات ويصرون على الاستمرار في تحقيق أهدافهما حتى الوصول إلى اليمن المستقر، اليمن الذي يبنيه كل أبنائه جميعا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن كيف نستلهم من هذه الثورة ويعيش الشعب اليمني ذكراها العظيمة 56؟ كيف لنا أن نستلهم قيم النضال والحرية في بناء الأوطان ضد المستعمرين والطامعين؟ 56 عام أخي الكريم، واليمنيون يتذكرون هذه الثورة، ويتذكرون ثورة 26 سبتمبر، ويتذكرون الشهداء الأوائل الذين سطروا الانتصارات في هاتين الثورتين، يتذكرون أول شرارة انطلقت من جبال ردفان الشماء، يتذكرون كل التضحيات التي قدمت، يتذكرون التكاتف والتكامل الذي حدث بين تعز وعدن وبين الشمال والجنوب وبين كل أبناء اليمن، من حضرموت إلى صعدة إلى المهرة إلى سقطرى إلى الحديدة إلى صنعاء، كل اليمن الذي تحرك حركة ثورية واحدة وأسقط الاستعمار في الجنوب والإمامة في الشمال. لا زال الأجيال تكرر وتردد الشعار الذي ردده أولئك الثوار الأوائل بالروح والدم نفسيك يا يمن. نستلهم من ثورتي سبتمبر وأكتوبر ثورة 11 فبراير، نستلهم المقاومة الشعبية التي انطلقت في وجه الانقلاب الحوثي الذي دعمته إيران، نستلهم الجيش الوطني الذي انطلق ليبسط نفوذ الدولة والشرعية على كل الأراضي اليمنية وفي مقدمتها عدن، ويسقط مشروع التمرد المسلح الذي دعمته الإمارات. هذه كلها نضالات تستمر في سبيل النضال الأول والشرارة الأولى التي انطلقت في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، حتى الوصول إلى الاستحقاق الذي يحلم به كل اليمنيين في اختيار القيادة الرشيدة واليمن الاتحادي الذي أقرته مخرجة الحوار الوطني الشامل، ونبني اليمن على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد. وقد كانت كلمة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر قبل أمس كانت شافية وكافية وقوية، وتدل على ثبات القيادة الشرعية وثبات الجيش الوطني وثبات كل أبناء اليمن بالداخل والخارج خلف هذه الأهداف حتى تتحقق كلها إن شاء الله. نعم، هذه الهمة العالية والروح الثورية الوطنية التي ما زالت في نفوس أبناء الشعب اليمني، الشيخ صلاح، كيف لها أن تقف سد لتلك الأصوات النشازة التي تنادي اليوم أو تريد أن تعيد الجنوب إلى الماضي وإلى تحت الوصاية؟ أحسن اليمنيون حين اختاروا الحليف الاستراتيجي لهم وهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، عندما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى التحالف العربي بقيادتهم،
كانت للتحالف العربي دور كبير سواء عبر عاصفة الحزم أو عبر إعادة الأمل، وهو الدور يترجم عمليا على الأرض عندما رأى الأشقاء من اليمنيين تلاحما واصطفافا وتكاملا بالجهود التي بذلت سواء منذ 56 سنة في الثورتين سبتمبر وأكتوبر أو في مراحل النضال المختلفة التي خاضها اليمنيون واصطفافهم خلف الرئيس الشرعي وخلف الحكومة الشرعية وخلف الجيش الوطني، وعدم التنازل عن شبر من أرض الوطن ولا عن استيادة ولا مجاملة حتى للأشقاء حتى ولو كانوا ضمن التحالف العربي، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة عندما انحرفت بأهدافها عن أهداف التحالف العربي وعن أهداف الشرعية وعن كل تطلعات وطموحات وتضحيات أبناء اليمن. وقف اليمنيون جميعا ولاحظنا كيف قامت ثورة حقيقية في وجه هذا الانحراف، وتدارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية هذا الأمر، وإذا بهم ينادون إلى أن يكون هناك حل حقيقي يرضي أبناء الشعب اليمني ولا يعطل مسيرة إعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي قاده الحوثي وإسقاط المشروع الإيراني في المنطقة، وفي نفس الوقت لا يسقط هيبة الدولة ولا مؤسساتها ولا يدمر مكتسبات الوطن ولا يسقط دماء الشهداء وتضحيات كل أبناء اليمن. لذلك نحن نرى اليوم أن مسيرة النضال الحقيقية في الاصطفاف خلف الرئيس الشرعي وخلف الحكومة الشرعية وباصطفاف القوى الوطنية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني وبوقوف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ستتحقق هذه الأهداف، وستكون وسيكون المستقبل أفضل إن شاء الله عز وجل. ونشكر في هذا الصدد كل الذين وقفوا مع الشعب اليمني من الأشقاء والأصدقاء وكل أحرار العالم الذين يعلمون أن اليمنيين لا يمكن أن يتنازلوا عن أرضهم ولا عن حقهم ولا عن سيادتهم ولا عن دماء شهدائهم وجرحاهم ولا عن الاستحقاقات التي ناضلوا من أجلها حتى نصل إلى بر الأمان. نعم، ختاما شيخ صلاح، ما الذي يتوجب اليوم على أبناء الشعب اليمني في الحفاظ على جمهوريتهم وكذلك أهداف ثورتهم السبتمبرية والأكتوبرية؟ الاستمرار على هذا النهج والتوعية للأجيال، التوعية للشباب، التوعية لجيل اليوم، التوعية في كل المحافل وفي كل الملتقيات وفي كل المناسبات وفي كل الفعاليات لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، لأن هناك من يعبث بالوعي وهناك من يقول أن ثورة أكتوبر خاصة بالجنوب وثورة سبتمبر خاصة بالشمال، لا يدركون أبدا أن هدفي أو أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر أهداف واحدة، إسقاط الإمامة وطرد الاستعمار وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وبناء اليمن على أسس العدالة والشراكة والحكم الرشيد والقضاء على الاستبداد والظلم والجهل والفقر. كل هذه هي أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، كل هذه الدماء التي تختلط اليوم على الأرض من أبناء اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا هي امتداد لدماء الشهداء الذين سالت في السابق في عدن وصنعاء وكل بقعة من بقاع اليمن. الكل يمضي نحو تحقيق الهدف الذي يسعد به كل اليمنيين في الجنوب والشمال والشرق والغرب. هذا الوعي ينبغي أن يصل إلى كل اليمنيين بكل فئاتهم ومكوناتهم وأماكن تواجدهم سواء في الداخل أو في الخارج، ثم الدعوة إلى الاصطفاف الوطني الحقيقي خلف الرئيس الشرعي وخلف الحكومة الشرعية وخلف الجيش الوطني، لأنه الذخر الحقيقي والشرف للوطن الذين قدموا دماءهم ولا زالوا يقدمون. تم الاعتداء عليهم في نقطة العلم من قبل طيران الإماراتي ومع ذلك بقوا صامدين ثابتين. صمدت شبوة وصمدت أبين، صمدت سقطرى وحضرموت ومأرب والمهرة والجوف وكل المحافظات، صمدت مدينة تعز وهي مدينة الحديدة تستبشر بقدوم كتائب التحرير، وكذلك صنعاء، وقريبا إن شاء الله صعده كل محافظات اليمن بإذن الله تعالى. هذا الاستبشار وهذا التلاحم وهذا الاصطفاف هو الذي سيكون في المستقبل وسيستمر حتى نحقق كامل الأهداف بعون الله بإذن الله تعالى. أشكرك جزيلا شكر الشيخ صلاح بهتيس عضو مجلس الشورى وكذلك رئيس الجالية اليمنية في تركيا، كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدين الكرام، الآن نتابع هذه المقاطع التي رصدناها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ بهذا المقطع الذي اخترناه لكم من اليوتيوب يتحدث فيه عن ثورة 14 من أكتوبر التي هي تعتبر امتداد لثورة 26 من سبتمبر. 14 من أكتوبر، العيد الثاني لليمنيين، إنه الذكرى 56 للثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وبها تجلت أسمى مظاهر توحد اليمنيين خلف هويتهم وذاتهم بقيام الثورتين المباركتين.
ومساندة الثوار فيها لبعضهم البعض يدل على انتصار اليمنيين على السلالة وحلفائها الخارجين، ولم يتم ذلك إلا بالتفاف الثوار حول قوميتهم وهويتنا التاريخية كشعب واحد له نفس الجذور والتاريخ. بينما كان شمال اليمن يصارع من أجل إبقاء ثورته على قيد الحياة، انفجرت ثورة جديدة في جنوب اليمن، حيث كانت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة امتداد لثورات اليمنيين والتي كانت أنفسهم تأبى الذل والهوان. إنه الوضع المعيشي المتردي الذي كان عليه حال اليمن شمالا وجنوبا، من تخلف وجهل وفقر واستغلال ثروات البلاد للمستعمر البريطاني في الجنوب والنظام الرجعي الهاشمي في الشمال، اللذان كان على حلف يسمى معاهدة الصداقة، وذلك لتقسيم اليمن إلى شطرين اتباعا لمبدأ فرق تسد، وكان امتداد لتعاون الهاشمي مع بريطانيا في المنطقة. ومن هنا كان ثورة 14 من أكتوبر الوقود الفعلي لاستمرار شعلة 26 من سبتمبر، والتي كدت أن تنطفي بسبب التحالف الدولي لأكثر من 7 سنين، والذي كان يهدف إلى استعادة حكم الأئمة الهاشميين إلى شمال اليمن. أن هذه الثورة في الشطر الجنوبي والانتصار العظيم الذي حققته قوى الثورة اليمنية شمالها وجنوبها في الشطر الجنوبي يعود الفضل بالدرجة الأولى لرجال 26 سبتمبر أينما كان. يجب أن نكن لهم الحب والتقدير، هذا الضوء، هذا الشعاع، هذا الأمل الذي أعطانا. انطلقنا بعدها بعد ما قضينا على الإمامة، انطلقنا نناضل، وكان كلنا ثقة طالما صنع ورانا سننتصر في عدم. وهكذا قال أيضا المناضل الكبير عبد الناصر: ما على بريطانيا إلا أن ترحل تشيل عصاها وتخرج من اليمن. لم تخلو كلا الثورتين من اختلاط الدم اليمني وترسيخ وحدة اليمن أرضا وإنسانا، فقد لبى أبناء الجنوب الأحرار نداء الواجب وشاركوا في ثورة 26 من سبتمبر، وكان أبرزهم راجح لبوزة قائد ثورة 14 من أكتوبر، ومثله اليوم من سار على نهجه أمثال سيف اليافعي وجواس ومئات من الضباط والجنود الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن الجمهورية في الشمال ضد الهاشمي الجديد. راجح لبوزة لقد كان الاسم الأصعب في ثورة أكتوبر، وجد الثائر راجح لبوزة فرصته في تحقيق حلم أبناء جنوب اليمن بالتخلص من الاستعمار البريطاني وطرد المحتل من أرضه. لا يستطيع التاريخ أن يتجاهل عظمة ثورة 14 من أكتوبر، فقد كانت تهدف إلى تخفيف ضغط التحالف الذي وقف لإفشال ثورة 26 من سبتمبر، في حين كانت هي الفرصة الحقيقية لقهر المستعمر البريطاني في جنوب اليمن، والذي استمر في قهره للشعب في جنوب البلاد لأكثر من 130 عاما. لقد رسخت ثورة 14 من أكتوبر أعظم مبادئ القومية اليمنية، فحين أعلن الضباط الأحرار في الشمال عن ثورتهم ضد الحكم الإمامي الهاشمي البغيض، لم يتردد أبناء الضالع ولحج وأبين وكل المحافظات الجنوبية لنصرة إخوانهم في الشمال، بل إنها كانت الوقود الفعلي لاستمرار وتثبيت أركان الجمهورية في شمال الوطن. تمر علينا ثورة 14 من أكتوبر في الذكرى 56، واليمن يقبع تحت وطأة ما خرجنا منه من ثورتي سبتمبر وأكتوبر. عادت الإمامة في شمال اليمن، وعادت أذناب بريطانيا إلى الجنوب. نحن الشعب الفاسد أيديهم جميعا هذا، سواء كانوا اقتصاديين أو مدنيين. ولا زالت المؤامرات المشتركة والمنسقة في الخفاء بين السلالة والاستعمار القديم متواصلة وستظل. وفي المقابل سيظل اليمنيون متنبهين لذلك، فالسلالة الخبيثة عبر التاريخ أداة للغازي الأجنبي، وتستقوي به دائما للحفاظ على حكمها ومصالحها القذرة مهما بالغت بإظهار عدائها له. لن يستطيع اليمنيون أن ينهضوا بمار ثورتي 26 و14 إلا عندما يتذكرون كيف كانت ثورتي أكتوبر وسبتمبر في ترسيخ مبادئ الانتماء القومية لأبناء الوطن المتجذرة في عمق حضارة لآلاف السنين. فلولا أبناء الجنوب ما كان سبتمبر، ولولا سبتمبر ما كان أكتوبر. حين تمر علينا مثل هذه الذكرى لا يسعنا إلا أن نجعلها عيدا لنا أبد الآبدين، فقد كانت أحد أركان القومية اليمنية في عصرنا الحديث. المجد والخلود لكل شهداء 14 من أكتوبر
شهداء القومية اليمنية. شهداء وفي القومية المقطع التالي نتابع رسالة من أبناء الجيش في محافظة البيضاء وهم يبعثون بهذه الرسائل في الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر. بمناسبة الذكرى لثورة 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، نهنئ قيادتنا السياسية ممثلة بالأخ الزعيم المشير عبد ربه منصور هادي وإلى القيادة العسكرية والسياسية بهذه المناسبة الغالية على كل أبناء اليمن. نحن هنا في محور ريحان نعاهد الله ثم نعاهد قيادتنا السياسية على المضي قدما لتحرير كل شبر من هذا الوطن الغالي على قلوبنا من دنس تلك الميليشيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد ناصر سالم العمري أركان كتيبة المدفعية محور ريحان. أهني فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي والقيادة السياسية والعسكرية والشعب اليمني أجمع بالذكرى 26 لذكرى الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، وأننا صامدون وعازمون على تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ونشكر دول التحالف على ما قدمته لنا من دعم. والمقطع التالي نتابع كيف احتفل أبناء جامعة العطاء بمحافظة تعز بهذه الذكرى أو الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر. وعن لإرادة ثوار الرابع عشر من أكتوبر نتابع تلك العزيمة والإرادة للثوار في هذا المقطع للمنبر اليمني للدراسات. الله الله يا الثوار، الله على نورك في بلدنا. الله الله يا الثوار، الله على نورك في بلدنا. الفرحة بقلوبك تكبر يا أحلى وأجمل آياتنا. الثوبر يا عيد الثورة حطمنا فيك الأسطورة. الثوبر يا عيد الثورة حطمنا فيك الأسطورة. وهتفنا لما تحررنا يا سلام على نورك في بلدنا. الله الله يا الثوبر. Thank you.
أما المقطع التالي يتحدث عن ثورة 14 من أكتوبر، كيف له أن غير مجرى تاريخ اليمن؟ يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يفديها، يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يرثيها، ونكافح من أجل العزة ومجدنا لابد نحيها بإرادة عزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا علشان تتنعم أمتنا. الله أبطال الرسان جننوا بالإنجليز في قتالهم العادل وأطلق عليهم الذئاب الحمر لتشويه مش للمجد، مش مجدوهم ولكن حاولوا أن يشوهوهم من أن أنا هؤلاء وحشيين، ولكن ما كان يفهموا الإنجليز أنهم مستعمرين لبلدنا وأن ممكن نكون أكثر من وحوش من أجل طردهم من بلدنا. وهتفنا لما تحررنا يا سلام على نورك في بلدنا. الله الله يا أكتوبر. يتجاوز الـ 18 سنة، من 15 إلى 14 إلى ما وصلوا إلى 20 سنة، هذولا كانوا جيش التحرير المقاتلين الأبطال، والوحوش هؤلاء كانوا من هؤلاء من هذا الجيل من هذا السن، هذا جال ما حد كان يقاتل من الشيوخ، المقاتلين الشجعان هم الطلاب، وبالفعل كنا صائبين حينما اعتمدنا على الطلاب لأنها مادة خامة ربيناها بطريقة صحيحة، ولهذا حسمنا الموقف فيهم. وهؤلاء الورثاء لهم هو انتم الان، انتم عليكم ان تنهجوا هذا الطريق ونحصر عزتي امجدنا بسلاحنا فخرنا بلدنا، ونحصر عزتي امجدنا يا بلدنا مبروك اعيادنا اعيادنا في دولتنا. الله الله يا اكتوبر. الله الله يا اكتوبر. الله على نورك في بلدنا. إذن مشاهدينا الكرام لا نتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل المقاطع التي اخترناها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي ودلالة الاحتفالية بهذه المناسبة ثورة 14 من أكتوبر، إذن أرجو التكرم بالبقاء معنا. من للقصر عمر الحضارة باسم أجدادنا تذكر. يا جماهير تتمر وخصوم تحت حماة يا جماهير سبتمبر وأكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الخاصة عن الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر. مشاهدينا الكرام، كثير من الأجيال الحالية لا تعلم الكثير عن ثورة 14 من أكتوبر، هذه الثورة التي أخرجت أو ثارت ضد المستعمر البريطاني الذي احتل الجنوب اليمني لأكثر من 100 عام. في هذا المقطع الذي اخترناه لكم من اليوتيوب يتحدث فيه أو يأخذ فيه آراء الشارع العدني بشكل عام عن هذه الثورة، ويتساءل ما هي ثورة 14 من أكتوبر أو ماذا يعني لكم هذا التاريخ. دعونا نشاهد آراء المواطنين في هذا اليوم الوطني النضالي 14 من أكتوبر.
متابعين قناة لفة من قريب، حلقة اليوم إن شاء الله تكون تنال إعجابكم. طبعا اليوم نزلنا الشارع العدني نسأل حول 14 أكتوبر، هل هم دارين يعني إيش معنى 14 أكتوبر والعيد هذا يرمز ليش؟ طبعا الإجابات كانت صادمة، 90% من الناس اليوم من مواليد 2000 وفوق، وقيل 99 ما حد داري ب 14 أكتوبر. الكثير من الناس يقولوا 14 أكتوبر عيد الحب، عيد الأم، عيد المعلم، يعني الناس قلة اللي هم عاصروا والمسنين والكبار هم اللي عارفين 14 أكتوبر عيد إيش. والإجابات كانت صادمة. طبعا 14 أكتوبر هو اندلاع الثورة أو الشرارة من جبال ردفان ضد الاستعمار البريطاني، واستمرت لمدة 4 سنوات، هذه هي 14 أكتوبر. بس الإجابات اللي لقيتها بالشارع اليوم يعني كانت ما توقعتهاش، كنت أحسب إنه الناس كامل عارفين إيش معنى 14 أكتوبر. معانا معاكم نشوف إجابات الناس، تابعونا قناة لفة من قريب. أكتوبر عيد إيش؟ عيد إيش؟ عيد الحجاز. عيد إيش 14 أكتوبر؟ أخذتها بس علي جران، أنا فين قال عيد؟ بهب لك خيارات عادي مش مشكلة. بهب لك خيارات. يا عم الحق، يلا يا عم الحق، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. لا عيد العمال اكيد يركزوا فيه. 14 اكتوبر عيد ايش؟ هب لي خيارات زي الناس سواء عيد العمال قد نقول لك عيد العمال ولا عيد الحب ولا يوم المعلم. لا معروض الحين ده ايش مال زي الناس الحين انت؟ طب ايش عيد ايش انت؟ قول لي عيد ايش؟ فلوس بقى وباك قول لي من فوق تهبل لها ما تهبل معك. قول لي عيد ايش؟ عيد ايش؟ عيد ايش 14 اكتوبر؟ هذا ما له في طافه هواوي ده ولا ايش؟ يا اخي اسمعنا عيد لهم تاكد الله بس الناس كامل بتاجز بكره عيد ايش؟ عمال عيد العمال عيد العمال لا شغله والله اعلم الله اعلم الله اعلم انا مع شغل يا اخي دخلت المثال اكتوبر حرقوا اليهود 14 اكتوبر عيد ايش؟ عيد الكفار عيد الكفار لا مش عيد الكفار بس عيد ايش عيد 14 اكتوبر؟ مدري والله ابدا ابدا حول بدل بيس يا مان بيس أربعة 14 اكتوبر ايش؟ والله ما ندري يا اخي حاول والله ماشي اخر جندي بريطاني 30 نوفمبر لكن انا اقول لك 14 اكتوبر حول بدل 14 اكتوبر عيد ايش يا جماعه؟ عيد لا عيد العمال انا في ربك سمعهم عيد ليش عيد ايش عيد العمال 14 اكتوبر عيد العمال متاكد متاكد انت تتكلم قد انت مات لا حول ولا قوه الا بالله والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد انا اقول انه عيد العمال اخي والله حرام عليك الباسكت روبنز تقول لي عيد العمال لا قال هذا انسان شكله تاريخي وسياسي 14 اكتوبر عيد ايش عيد تحريم الاستعمار البريطاني شوف سمعت ايش 14 اكتوبر يوم انطلاق اول حاجه ثورتها ردفان هشام 67 وتم التحرير بعدين هذا 14 اكتوبر قول 14 اكتوبر شراره من ردفان اول شراره من ردفان ايش سوى في بهذه الشراره انما ضد الاستعمار ضد الاستعمار البريطاني أوه. حلو طبعا يا جماعه اول واحد هنا يجاوبنا من بين اللمه هذه كل اللي كل واحد يالف من راسه يقول 30 نوفمبر وحاجه زي كذا تحياتي لك عيد الشعب عيد الكامل كيف يعني كامل ايش السبب 14 اكتوبر جرانا ولا ابدا حاول يا اخي جاري والله طيب انت عيب والله تعال ايش 14 اكتوبر عيد عيد العمال تاكد تاكد تحكوش لي انا 14 اكتوبر هذه حق الثوره عيد الثوره ما بثوره من ثورة حقهم حق الشمال لما قاموا تقريبا ضد الحكم مدري ضد الإمامة مدري ضد تأكد تقريبا الله الله أعلم قال ضد الحكم الشمالي نعم 14 أكتوبر حق الحكم الشمالي شهدوا على صاحبكم ها 14 أكتوبر حق إيش مش عارف لم تضبطوا معنا أكتوبر عيد الإيش عيد الثورة ثورة إيش ثورة 14 أكتوبر إيش السوى فيه به يعني أثارت الناس ضد الحكم الاستعماري وحاجة زي كده ضد الاستعمار البريطاني ما شاء الله هنا الذاكره السياسيه واخيرا يا جماعه لقينا واحد يعني فاهم ايش معنى 14 اكتوبر ام ولا عيد العمال لا عيد الام عيد الايه عيد الام عيد الام تاكد اكيد الله لا هذا صدق ما تكتب عيد الحب يقول لك عيد الحب صح لا 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 ابدا طب حاول عيد تاريخي حول بدل
اول تاريخ الحب. ها تاريخ الحب ها ما في. لا لا ما في. عيد العمال اكيد. عيد ليش عمار تاكد راجع صاحبه. لا مش لما عيد الثوره الجنوبيه الثوره على الاستعمار البريطاني جزء معلمين كامل 14 اكتوبر عيد ايش 14 اكتوبر لو دخل في السياسه وكانت في حرب وانتصروا اصحابنا في الحرب هذه. او ايش من حرب مع الحوثي ايام الحوثي؟ لا مش حرب مع الحوثي. ايش من حرب؟ حرب الشمال والجنوب. حرب راعي راعي حرب الشمال والجنوب. لا هو مش حرب الشمال والجنوب. غلط. لا غلط. ما ده حاجه عجيبه يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك يعني. ايش 14 اكتوبر عيد ايش؟ الا والله صح 14 اكتوبر عيد ايش؟ عيد اول رصاصه انطلقت من جبال ردفان. اخيرا الحمد لله اول رصاصه انطلقت من جبال ردفان يا جماعه. إذن نتابع مشاهدينا الكرام المقطع التالي حديث لسعيد باوزير وهو يتحدث عن ثورة 14 من أكتوبر التي ما زالت خالدة في نفوس أبناء الشعب اليمني. يا أولاد أعملها. السلام عليكم. في العام 62900 ميلادي تحديدا في 26 سبتمبر انفجرت في شمال الوطن ثورة شعبية ضد الإمامة والحكم الرجعي وبدأ نور الجمهورية بالسطوع على يد عبد الله السلال كأول رئيس للجمهورية اليمنية على أنقاض المملكة المتوكلية. فكان لهذه الثورة تأثيرا على مناطق الجنوب التي كانت تحت ظلم الاستعمار البريطاني والسلطنات المتفرقة، حيث انفجرت ثورة حقيقية نابعة من الشعب يغذيها الظلم البريطاني واستبداد السلاطين في العام 63900 ميلادي تحديدا في 14 من شهر أكتوبر انطلقت أول شرارة للثورة ضد الاستعمار والاستبداد، وعلى إثرها نشأت الجمهورية اليمنية الشعبية على يد قحطان محمد الشعبي كأول رئيس لها منذ العام 67900 ميلادي إلى 69900 والتي سميت بعدها بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ونتيجة للتآمر الداخلي قدم الرئيس قحطان استقالته في 69900 أي بعد سنتين من فترة حكمه وعهده الذي عرف بالاتزان والاشتراكية المقبولة لدى الأغلب دون أي إقصاء للطابع العربي والإسلامي، وقد تتوافق مع أغلب فئات الشعب في الجنوب ذلك الوقت. ومن الموقع بوست إليكم هذا المقطع الذي يتحدث عن ثورة 14 من أكتوبر بين الماضي والحاضر. إننا في هذا اليوم نتذكر ما أشبه الليلة بالبارحة. يا أجمل فرحة في قلوبنا يا ذكرى عزيزة يا أكتوبر.
والآن نستعرض جانبا من كلمة سفير بلادنا في باكستان الذي مطهر محمد مطهر العشبي في هذه المهرجان أو الحفل الخطابي الذي أقيم في إسلام أباد، يتحدث فيه عن ذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر. رحم الله شهداء سبتمبر وأكتوبر وشهداء الجمل الجمهوري، ولا نامت أعين الجبناء. ومن هذا المقام أيضا نحيي صمود القيادة السياسية والدولة برئاسة فخامة الأخ عبد الرب منصور هادي وثباتها على مبادئ الجمهورية والوحدة والدولة وشرعيتها ومخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل شرائح الشعب اليمني، سائلين الله العلي القدير أن يسدد خطاها وأن يحقق لليمن النصر القريب. أخيرا نحيي شباب وشابات اليمن ونشد على أيديهم، فأنتم المستقبل وصانعي في كل في موقعه وبجهده، ففيكم الأمل بعد الله في التسلح بالعلم وإحداث التغيير وبناء والنهوض باليمن الجديد، وليحمل كل منكم الهم الوطني في قلبه وتفكيره ووجدانه، ويجعل اليمن نصب عينيه أبدا، ولتتحد الأيادي وتتضافر الجهود في تغيير العقول من أجل السلام وقيم التعايش والتسامح والمواطنة المتساوية بين أبناء اليمن. أما آن للسلام أن يحل في وطننا وتتوقف مآسي الحروب والمعاناة. رحم الله شهداء ثورتي 26 من أكتوبر والرابع عشر من أكتوبر 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وكل من سقطوا دفاعا عن اليمن الجمهوري والدولة وشرعيتها ووحدة وسلامة أراضي اليمن. عاش الثورة اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، وكل عام واليمن وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وأيضا في الحفل ذاته في باكستان في العاصمة إسلام أباد نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الاتحاد العام للطلبة في باكستان المهندس تميم. لقد جسدت ثورتان 14 من أكتوبر والسادس والعشرون من سبتمبر واحدية النضال اليمني من أجل الحرية والاستقلال، وأضاءت لليمنيين الطريق نحو الوحدة التي كانت حلما يراود جيل الثورة، ومثل تحقيقها مكسبا وطنيا وقوميا عظيما توجت فيه نضالات اليمنيين وتضحياتهم من أجل الحرية والاستقلال. أيها الأحرار، إننا كيمنيين اليوم بكل أطيافنا وتوجهاتنا السياسية من صعدة وصولا إلى مهرة معنيون بالاحتفاء بثورة سبتمبر وثورة أكتوبر، وليس هناك من هو معني بإحداهما دون الأخرى، لأن كل منهما ثورة لكل اليمنيين، والانقضاض على إحداهما يقوض الأخرى بفعل الترابط الجدلي بينهما نشأة ومسارا ومصيرا. فالمعني بالاحتفال بذكرى 14 من أكتوبر والسادس والعشرون من سبتمبر ليس فقط مؤسسات الدولة، بل معني بها كل مواطن يمني يعرف جيدا معنى الحرية والكرامة والعدالة. ونحن اليوم نحتفل بطريقتنا في هذا المكان الرائع، ونرفع علم بلادنا عاليا، ورفع العلم الجمهوري هو دعوة للتعايش بين كل أبناء اليمن شرقه وغربه، شماله وجنوبه ووسطه، وتعبيرا واضحا بأن اليمن يتسع لجميع أبنائه، وأن المواطنة المتساوية هي الرابطة بينهم، وليس رابط السلالة أو المذهب أو المنطقة أو القبيلة أو الحزب. وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة لا يسعنا إلا أن نترحم على أرواح شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأبرار، والذين رووا بدمائهم الطاهرة نبتة الحرية والكرامة، ونجدد العهد والوفاء لشهدائنا الأبرار بأن على دربهم سائرون، كما نزف التهاني بمناسبة ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر لكل المرابطين في مواقع الشرف والبطولة الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية دفاعا عن الشعب وثورته ومكتسباته. المجد لليمن، الخلود للشهداء،
والشفاء للجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نختم لكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة الخاصة بأيضا جانب من احتفالات الجالية التركية في إسطنبول بثورة 14 أكتوبر، وأيضا الجالية اليمنية في إسطنبول التي احتفلت في ثورة 14 أكتوبر، وكذلك كرمت الفنان الكبير أيوب طارش. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى هذه نهاية حلقة اليوم الخاصة التي تحدثنا فيها عن ثورة 14 أكتوبر. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. من بنى لي قصور من للقصور عمر، الحضارة باسم أجدادنا تذكر. يا جماهير سبتمبر وأكتوبر، يا حماة الديار في الريف والبندر، يا جماهير